كروت البنزين نرجع لها، ودي القضية الأهم بالنسبة لمصريين كتير. يا ترى يا جماعة كروت البنزين دي هناخدها ازاي؟ سيادة اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشؤون المتخصصة. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. سيادة اللواء اتفضل يا فندم. اهلا بيك، مساء الخير. يعني امتى ادارات المرور هتبقى جاهزة عشان المواطنين يذهبوا لاستلام كروت البنزين الخاصة بالسيارات؟ واولا يا فندم احنا تم توزيع كروت البنزين فعلا في عدة محافظات، لكن لو بتكلمي سيادتك تحديدا عن القاهرة، ان شاء الله القاهرة يوم 1/6. طبعا شركة اي فاينانس اللي هي متعاقدة مع وزارة الداخلية لمدها بالمعلومات التابعة لوزارة المالية هتقوم ان شاء الله خلال الايام القليلة المقبلة بحملة دعائية، الغرض منها تعريف المواطن الكارت بتاعه يستلمه منين ومكانه فين. ايضا بقول لحضرتك بالنسبة للموقع الالكتروني تم تشغيله الحمد لله، هو www.esp.gov.eg تم تشغيله. لو المواطن برضه عايز يتاكد من الكارت بتاعه وصل لوزارة المرور ولا لا، او سيادته عايز نبعته له للبيت. انا بس استاذنك نقطة مهمة، لان برضه انا مع المواقع الالكترونية امبارح قالت ان الكارت ده ب 5 جنيه. فندم الكارت في ادارة المرور يوزع مجانا، لكن لما يروح لسيادتك البيت ده هتبقى شركة هيئة البريد هتقول لك السعر كام. اتفضلي يا فندم. يعني اذا بنتكلم القاهرة من يوم 1/6 يعني يكون الجاهز في ادارات المرور. الجيزة يا سيادة اللواء برضه يا فندم هي فاينانس هتتولى تباعا تقول ان هنوزع الكروت امتى، لكن احنا كإدارة نظم معلومات التابعة لقطاع شرطة متخصصة بالفعل تم الإمداد لفاينانس بكافة البيانات بكافة الرخص التسجيل على مستوى الجمهورية كلها. برضه بطمن حضرتك برضه النهارده اتصلت بالسيد رئيس فرحان اللي هو رئيس مجلس إدارة شركة فاينانس وقلت له طيب الناس اللي ما لحقتش انها تاخد كروت لغايه 15/6، قال لي يا فندم هيتم التعامل بكروت المحطه. هيتم التعامل بكروت المحطه، لكن المكسب كويس قوي ان احنا بنقوله النهارده ان احنا قدرنا نشغل موقع ثاني الكتروني جاهز لاي طيب. مواطن. معلش انا هستاذن حضرتك، www.esp.gov.eg. طيب طب يا جماعه ممكن ناخده بالظبط بالتفصيل ونضعه على الشاشه علشان يكون معانا والناس. ده بقى بنستفسر يعني، ده يدخل يضع بياناته ولا ده بس بيستفسر ولا ايه يا سياده اللواء؟ هو ما اول ما يضع بياناته يا فندم هيقول له كارت حضرتك اتعمل لك وفي انا واحد ده كان للطبع، لو ما كانش من طبع هيقول له هينطبع لك وهنودوا لك البيت ولا ما ندولكش البيت. انا ممكن كارت يكون انطبع ومش عايز اروح اخده من اداره المرور، انا عايزه يجي لي البيت وادفع هذا المقابل. بالظبط كده. لكن الكارت مجانا اذا ذهبت الى اداره المرور. بالزبط. الكارت مجانا. اذا حبيت بقى تقعد في بيتك وحد ويجيب لك يجيبوا لك الكارت، انا اعتقد فيه 20 جنيه على ما اظن تكلفه. بالزبط. التوصيل. واذا لم ما قدرتش تجيب الكارت لحد يوم 15/6 هتمون بكارت البنزينة. طب في ناس بتقول لك طب ما ممكن محطه البنزين تبقى عليها زحمه او مش فاضيه او يعني كارت محطة البنزين ده يبقى ما هو مش كارت واحد يا فندم، عندهم أكثر. أيوه. من كارت موجود هناك ما عندهم، وده هيبقى لفترة مؤقتة الحين إن شاء الله ما يتم التوزيع بالكامل، ومطمئن تماما إن تم توزيع الكروت بالكامل، لكن حضرتك المنظومة متكاملة الحمد لله، البيانات كلها وصلت 15 محافظة تعتبر تشيك التسليم، وخد بال حضرتك برضه كان في أكثر من مليون وشوية كارت كان مطبوعين قبل كده. صحيح. يعني فالعمليه ان شاء الله مظبوطه وكويسه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخليه للشرطه المتخصصه.